انا حكيتها قلت لها تحمل لحمة قريبة وربك يتوسف الحك. نعم سيحتاج من العقود هذه التاع الصفر نقوم فيه واحد نقوم سيحتاج اسمه قانون عندما ينزل العقد يقول له أن يبقى مكتعود بعد ما إنهم أولادهم خلقنا يقول لعنا موحامنا يجي يجاني نحن السنة الجديدة عن مفتعوه الغريب في الملحق يا سيد نور إنه بنفس التاريخ من العقد فاطمة صديق النعمي رئيس وحدة الدراسات والتقارير بإدارة التجهيز والتفتيش والاشتراكات. طبعا بدأت الموازنة التقديرية يوم 5/11/2023 بتقديرات سنة 24. جميع الفروع طبعا مستهدفين من الموازنة التقديرية، وكانت نقول إن شاء الله يعني توقعاتنا تقديراتنا كانت شبه منطقية وشبه معقولة. وفروع طبعا كإدارة التفتيش كان لنا نظام معين أو طريقة جديدة في إعداد الموازنات التقديرية، وكانت الحمد لله ناجحة بنسبة تقدر تقول 70%. ولا فلترو حتى الواحد أقسم بالله حفاظ على سلامته وسوى خليه وعد يوصلته. انت تقول مقلب ولا اقرا الرقم انت كم صار في 8 شهور ترى بالله يقرا سلبك.